وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، استعرض سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة من أجل ضمان عودة مدرسية ناجحة. وزارة التربية والتعليم عملت على عدة محاور لإعداد الميدان التعليمي للعام الدراسي الجديد وفق طبعا البرامج والمشاريع المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فعملت الوزارة في المقام الأول على توفير البيئة الملائمة من خلال العمل على إنجاز كافة عمليات الصيانة الشاملة لجميع المدارس، في نفس الوقت تهيئة جميع سبل المواصلات للطلبة ممن يحتاجون هذه الخدمة، وطبعا توفير المناهج الدراسية المتقدمة وتوفير الكتب بأعداد ملائمة لجميع الطلبة. أيضا عملت وزارة التربية والتعليم على إعداد طبعا اليوم التعريفي الذي تم بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حتى يلتقي أولياء الأمور مع الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس ويحصلون على الملف التعريفي، وأيضا تجيب هذه الهيئات عن مختلف الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها أولياء الأمور، والتعرف في نفس الوقت على المرافق ومختلف محطات العام الدراسي في المدرسة. من جانب آخر أيضا ساعدت وزارة التربية والتعليم ببدء العام الدراسي من خلال إعداد القوى البشرية التعليمية الملائمة من خلال عمليات التدريب والتهيئة، وأيضا اعتماد المنهج الدراسي والنظام التقويمي. ولذلك إن شاء الله وزارة التربية والتعليم وجميع المدارس الحكومية سوف تكون مستعدة استعدادا تاما لبدء هذا العام الدراسي بشكل موفق حتى نصل إلى الأهداف المرجوة بإذنه تعالى.